لا تزال غارات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل على قطاع غزة، حيث أن قبل لحظات من الآن قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل في مخيم جباليا في شمال القطاع بشكل مفاجئ. هناك حديث عن وقوع عدد من الإصابات في ذلك المنزل، إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في غاراته. الآن نستمع إلى صوت غارة جديدة حسين في هذه لا نعلم هي هذه الغارة، ولكن هذه الغارة تأتي مع استمرار تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مكثف في سماء القطاع. وكان الاحتلال الإسرائيلي قبل تقريبا ساعة أو ساعة ونصف من الآن بقصف ما يعرف بشارع الرشيد، وهو الشارع الساحلي على بحر غزة في غرب مدينة غزة بالتحديد، قام باستهدافه بجواب الكثيف من الصواريخ الحربية التي أطلقتها طائراته الحربية على هذا الشارع بالتحديد بالقرب من منطقة ميناء غزة بالتحديد شرق وسط أو عفوا غرب وسط مدينة غزة. وكان هناك العديد من الغارات في بداية الليل على مجموعة من منازل المواطنين التي قام الاحتلال الإسرائيلي بقصفها على رؤوس ساكنيها وبشكل مفاجئ. وبذلك أول ليل كان هناك حديث عن 900 شهيد هي حصيلة الشهداء، ولكن بعد هذه الغارات على تقريبا 7 منازل تم استهدافها فوق رؤوس ساكنيها، فبالتالي العدد مرشح للزيادة بشكل كبير، كما الإصابات أيضا لاحظنا من خلال ما رصدناه من الشهداء والإصابات أن أعداد الأطفال والنساء هم الأكثر في ظل ارتفاع أعداد الإصابات منهم أيضا، والذين يحتاجون إلى رعاية فائقة في مشافي القطاع التي تشتكي من نقص حاد في مستلزماتها، وأيضا هي مهددة بالتوقف عن العمل إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال الوقود الخاص بتشغيل هذه الأقسام التي ينام فيها مئات محمد سأعود الإصابات الحرجة والحرج جدا. طيب بالطبع نحن سنتوقف عند تداعيات التعسف والتعنت الإسرائيلي في قطع الإمدادات عن قطاع غزة وتأثير ذلك في عمل المستشفيات، ولكن أنا ألاحظ أنه في الخلف منك من ورائك هناك أعداد كبيرة من الناس، هذه الأعداد هل هم أهالي الشهداء والمصابين؟ هل منهم من جاء ليحتمي في هذا المستشفى؟ أنت موجود الآن في مجمع الشفاء تقريبا، يعني حازم المشافي وجدت للمرضى للمصابين، ولكن في قطاع غزة يختلف الحال. في قطاع غزة المشافي موجود فيها المرضى والمصابين وأيضا النازحين، هؤلاء الذين أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي أن يتركوا منازلهم بالتحديد في المناطق الحدودية لقطاع غزة ما بين بيت حانون في الشمال وشجاعية شرق مدينة غزة والعديد من الأحياء وسط مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي أبلغهم بضرورة مغادرة أماكنهم والتوجه إلى أماكن آمنة. نزحوا مثلا من منطقة بيت حانون إلى حي الشيخ رضوان في غرب أو شمال غرب مدينة غزة، تفاجأوا في الليلة الماضية أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف حي الشيخ رضوان بعد أن نزحوا إليه، فجاءوا إلى مجمع الشفاء الطبي وعلى هلم جرة. حتى الآن نتحدث عن آلاف النازحين الذين يتواجدون في مخيم في مجمع الشفاء الطبي في هذه اللحظات. نلاحظ أن هناك في ممرات مثلا الأقسام التي نرى هذه في هذه الممرات يفترشون الأرض النازحون وينامون،
وفي الساحات والميادين العامة أيضا، في ساحات المشفى هنا أتحدث أيضا على ذات الشكل، يقومون بافتراش الأرض، عائلات بأكملها، أطفال، نساء، كبار، صغار، ما بين مرضى أيضا يفترشون الأرض، ويظنون بأن هذا المكان هو مكان آمن بالنسبة لهم بعد أن هددهم الاحتلال الإسرائيلي. ولكن بنظرة سريعة ونحن ندخل في اليوم الخامس لهذه الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي حسين لا يأبه ولا يضع حرمة لمستشفى ولا لمدرسة ولا لمسجد، الشواهد كثيرة لمدة، ونحن ندخل في اليوم الخامس، قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف مساجد، قصف مدارس تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، هذه الهيئة الأممية التي لها حصانة أممية الاحتلال الإسرائيلي استهدفها، المشافي أيضا استهدفها في شمال القطاع، قام باستهداف مستشفى بيت حانون، وأيضا استهدف وسيارات الإسعاف أيضا، نعم، ناصر في جنوب القطاع، هذه هي النقطة التي أتحدث عنها حسين، في مستشفى ناصر قام باستهداف سيارة إسعاف وهي داخل المشفى، قام باستهدافها وفيها قد أصيب زميلنا إبراهيم قنن، كانت سيارة داخل المستشفى، ناهيك عن السيارات، سيارات الإسعاف التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي خارج المشافي. الاحتلال الإسرائيلي لا يعطي بالا لأي مكان ولا يضع نصب عينيه أن هذه أماكن محرمة، لها قدسيتها، لها مكانتها، كل مكان في قطاع غزة هو مشاع عند احتلال، طيب، لا يرى حرمة لأي مكان، بل هو يضرب أيضا بعرض الحائط كافة العرف والمواثيق الدولية التي تضمن للإنسان آدميته، البقاء على الحياة والعيش بحرية وكرامة. طيب محمد، مجمع الشفاء حيث تتواجد أنت في هذه اللحظات، هل أعداد الأسرة الموجودة تتناسب مع أعداد الإصابات الكبيرة والإصابات المتعددة التي ترد إلى المجمع؟ يعني في آخر مؤتمر صحفي لوزارة الصحة حسين، قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة إن القدرة الاستيعابية للوزارة لا زالت قادرة على استيعاب المرضى، ولكن الخوف الكبير أن تستمر هذه الغارات الإسرائيلية في ظل نقص المستلزمات الطبية، والذي دعت وزارة الصحة المؤسسات الدولية بضرورة أن يكون هناك دعم مستمر لها من حيث المستلزمات الطبية، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك دعم لها بالوقود كي تستمر في إمداد الأقسام المختلفة بالكهرباء، خصوصا قسمي العمليات والعناية المكثفة، فهناك العديد من الأجهزة الطبية التي تعتمد في دورانها على الكهرباء، فإذا انقطعت الكهرباء عن هذه الأجهزة فبالتالي نقول بأن توقف هذه الأجهزة هو يهدد حياة المرضى بالخطر. قالت وزارة الصحة إنها أرسلت وأبلغت وبعثت بالعديد من الرسائل لمؤسسات حقوقية ودولية ووصلت صحية عالمية لكي ترفدها بكل ما يلزمها، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصل لها أي إجابة من هذه المؤسسات. قالت هناك دعم بسيط جدا جدا قد وصل لها، ولكن له لا يرقى لحجم الكارثة التي تحياها وزارة الصحة بشكل عام منذ بدء هذه الغارات الإسرائيلية، وهنا نتحدث عن نسبة وتناسب، نتحدث عن الآن نبدأ في اليوم الخامس لهذه الغارات، هناك أكثر من 900 شهيد، ونتحدث عن أكثر من 4500 إصابة، فهذه الأعداد الكبيرة والمهولة ترشدنا إلى أن القدرة الاستيعابية مهما كانت قوية وكبيرة هي موجودة، القدرة الاستيعابية الموجودة ومقدرة ونسبة وحجم المستلزمات الطبية الموجودة لدى الوزارة، فإذا نفذت فهنا الطامة الكبرى والكارثة الإنسانية الكبيرة.
شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل محمد أبو ناموس مراسل الغد، كنت معنا من مجمع الشفاء في قطاع غزة.